نعم. ليه الإنسان بيخاف من المستقبل؟ بص يا فندم، هتسمح لي بقى اخد وقت فيها طبعا، ديت. تنور يا فندم، ربنا يبارك في اتفضل حضرتك. براحتك. الخوف من المستقبل، ان انا زكريا الهنداوي او حضرتك او المشاهد اللي قاعد بيسمعني بنقول ان بعد ساعة ايه اللي هيحصل، تمام، تمام، او بكرة هيحصل ايه. لو احنا بصينا بقى للقصة، ان اللي خلقك مين، واللي سواك مين، واللي اداك العينين اللي بتشوف بيهم الطريق مين، تمام، واللي اداك لسان يتحرك لا يتحرك بوقود ولا بغاز طبيعي، سبحان الله وانما سبحان يتحرك الله، بقدرة الله العلي، من ونعم اللي بالله. اعطاك النعم دي كلها؟ هو ربنا. طيب حضرتك انت خايف ليه؟ خايف من المستقبل، والنهارده بايد ربنا وبكره بايد ربنا. طب تمام، ربنا ما قصرش معايا النهارده، طب اخاف ليه بكره؟ طب النهارده انا صاحي وزي الفل وتمام. مين اللي بيتحكم في المنظومة بتاعت الكون كلها؟ اللي بيتحكم في منظومة ونعم الكون بالله كلها الملك. ونعم يعني بالله أنا جيت النهاردة الاستوديو بتوفيق الملك، ونعم بالله، حضرتك قعدت بتوفيق الملك، الواحد القهار بالظبط، ونعم المشاهد بالله. بيشاهد تمام، دلوقتي بيصلي على النبي بقدرة الملك، كل ونعم اللي بالله، قاعد صلى الله بيسمعنا عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه بتوفيق وسلم، من الله. الملك. تمام، لو أنا بقى قررت إن المستقبل ده هو بيد الملك، فبدأت نعلق حياتي بالملك، مش هلاقي فيه خوف، ونعم مش بالله، هلاقي فيه حزن، مش هلاقي فيه قلق. ليه؟ عشان انا حياتي كلها متعلقه بالله. تعرف ونعم يا استاذ بالله. محمد تمام، ان المخده اللي بننام عليها اللي هو الوساد ده، بينام عليه الطفل الصغير، وبتنام عليه الكبير، المراه، وبينام عليه الكبير، سبحان الله، وبنام عليه كل حد في المجتمع، لكن لا يستريح ولا يستلذ على هذا الوساد الا قلب عرف الله. سبحان الله، والقلب الذي يعرف الله هو الذي لا إله يعلم إلا الله، أن الكون بقدرة الله فيدع الملك لله. ونعم بالله. إزاي الإنسان يعيش في ظل هذه الحياة وفي ظل هذه الضغوط؟ بص يا فندم، اتفضل. لا شك إن في فعلا ضغوط حياة كتير، في ضغوط نفسية، في ضغوط معنوية، في ناس كتير عندها مشاكل. لو بصينا هنلاقي في طبقات كتير في المجتمع بتشتكي من عسر الحياة ومن ضيق الرزق ومن المشاكل اللي موجودة. الناس دي تكون لها حل واحد، والحل ده بالنسبة لي أنا يعني موجود. التقرب من الله سبحانه وتعالى هو ده الحل. الحل هو التقرب من الله، تمام لكن بشرط تمام أنك تحقق مبدأ التقوى. تمام شوف القرآن الكريم قال معنا إيه، ومن ونعم يتقي بالله، الله يجعل له مخرجا مخرجا ويرزقه من من حيث حيث لا لا يحتسب. يحتسب. يبقى التقوى اللي هو عنوان حلقتنا النهاردة، لما نقول تمام، التقوى سبب الرزق، يبقى طلعتك من مخرج ضيق ثم أتت إليك بالرزق، وكان السبب في ذلك تقوى الله تبارك وتعالى. تمام.